السلام عليكم. اخوات الاخوات تبارك الله عليكم، تحية طيبة لكم، امسية سعيدة لجميع المتابعين. تبارك الله عليكم، نتمنى انه اليوم دوزتوه مزيان بخير وعلى خير. الوغ اليوم كما وعدتكم على انه غيكون عندنا اللايف مع واحد السيد اللي هو بطبيعه الحال صديق ديالي، وكيتعتبر من اصغر، يعني من اصغر لي دوكتورون في لا سيكوريتي انفورماتيك اللي كنعرف شخصيا. واحد الدري اللي كنعرفو ملي كان باقي تيقرا، وصراحه هو الله يجازيكم بخير. الناس اللي كيتصلوا بيا ماشي وقت اتصل بيا، تشوفني انستغرام سينو غنبلوكي النمره وما باقي غادي نهضر معاك لا اليوم لا غدا. الله يجازيكم بخير، دابا حنا دايرين لايف ما كاينلاش بدا الدوره. الله يجازيكم بخير. الوغ من اصغر من اصغر من اصغر لي دوكتورون في لا سيكوريتي انفون لي سيرشون اللي كنعرف انايا شخصيا. و الدري كما قلت لكم كنعرفوه ملي كان باقي كيقرا، الحمد لله دابا راه هو دكتور في الامن المعلوماتي. واللي كيعجبني في هذا الدري هذا انه يعني فيزافي الباركور اكاديميك ديالو، يعني واحد السيد اللي كيقرا لا سيكوريتي مدى في قرا يعني في جامعه او معهد او ما الى ذلك، يعني داك لو باركور اكاديميك كذلك مشى في واحد لو باركور هو انه ماشي غير اكاديمي. يعني السيد كذلك يعني هو باحث وكيقلب هذا الانستغرام في الروينه. الوغ نتسناو نشوفوا، يعني كما قلت لكم يعني ماشي غير مساله اكاديمي، ولكن كذلك واحد السيد اللي هو كيبحث وكيقلب. وهنا بغينا نحاولوا ننقلوا واحد التجربه لجميع الشباب والإخوة والأخوات اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر، على أنه كيفاش أنك ممكن أنت مثلا تتقرا في لوف بي بي تي، تتقرا في التكوين المهني، كتقرا في جامعة، كتبريباري واحد الماستر ديالك ولا واحد ليسونس ديالك اون سيكوريتي انفورماتيك، كتقرا شي شهادة في لا سيكوريتي انفورماتيك، وتو سامبلومون أنت واحد الشخص اللي كيقلب على أنه بغى يتخصص في هذا المجال، شنو خاصو يدير بالضبط؟ لهذا تعمدت أن يكون معايا هذا الصديق في هذا البث هذا، باش إن شاء الله نقلوا التجربة الناجحة ديالو ونشاركوها مع مجموعة من الشباب. تيبان لي باقي ما بانش عندي هنايا، ألو باقي ما طلعش لي هنايا. سلق سايس إلا كنتي كتابعني عافاك صيفط لي ريكويست باش طلع معايا لايف. الا كنتي كتابعني عافاك الا ما صيفط لي ريكويست باش طلع معايا لايف، خصك دير تصيفط لي ريكويست. حيت باقي ما باينش ليا هنا من الناس اللي ممكن نطلع معاهم لايف. باقي ما طالعش عندي هنا عافاك. الا كنتي كتشاهدني في هذا البث عافاك صيفط لي ريكويست باش هكا نقدروا نطلعوا لايف ان شاء الله، ويكون بات لي فيه مجموعه من المعلومات اللي غنستافدوا منها احنا كاملين ان شاء الله. الو فينك يا اخي؟ ها هو طلع. الو سريع كتسمعوني مزيان الاخوان؟ كتسمعوني مزيان؟ يو هير مي؟ اهلا 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 طلعت الهضره علينا. صباح بخير حداك اخي امين. والله الا بخير. الله يحفظك. بيس اند لوف. عادي نقول بيس اند لوف، هذه الكلمه هذه عندها ملي تنسمعها تتفكرك انت اوتوماتيكمون. انكود نزيد ولا انكود؟ ما عادي نقول. الوغ سي احمد هو القسيس هو 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 امازيغي اليس كذلك؟ واه عايش الحياه ديالك. عادي أزوف لهم، فمفخرة الأمازيغ. هاد الدري هذا كما قلت
كنعرفو ملي كان تيقراو والحمد لله دابا راه طغمي لي ميور اللي كان كنفتخر بالصداقه ديالهم اللي كنفتخر بالمعرفه ديالي لهم انه كيتعتبر دابا من لي طغمي لي ميور ديال الدراري اللي كنعرف انا شخصيا كما قلت انا هذا السيد هذا انتم كتشوفوه دابا هذا شرف ليا ودكتور الله شرف ليا الله يحفظك والله هذه ما نقول سو الوغ سي احمد كما قلت لكم هو سيكيوريتي ريسيرشر هو باحث امني سي احمد لقى مجموعه من الثغرات الامنيه في مجموعه من الشركات الكبرى على سبيل المثال شركه تويتر سي احمد كذلك فهو شغوف بالامن المعلوماتي وهذا هو اللي خلاك وهذا هو الشيء اللي خلاك دير هذا التخصص ديال الامن المعلوماتي لا معلوماتي كنكمل دابا الدكتوراه ديالي في الحمايه المعلوماتي المهم الا زعما كانوا دي كيسيون عليها سبيسيفيك اللي من بعد نجاوبوا على زعما كيفاش سيكوريتي في الاندستري وفي الريسيرش الاكاديمية والبيبر كلشي غادي نجيو ليه ان شاء الله كلشي غادي نجيو ليه فهاد اللايف الوغ سي احمد بغيت نسولك واحد السؤال هو انه كاين بزاف ديال دابا الشباب اللي كيتابعنا كاينين الناس اللي هما دابا تيقراو في لوف بي بي تي ياك تيقراو الريزون تيقراو البروغرامين كاينين الناس اللي كيقراو في معاهد خاصه كاينين الناس كذلك اللي هما كيتابعونا وانا على يقين ان كاين بزاف ديال 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 الدراري اللي هما مثلا شغوف تيبغيو الدومين ديال لا سيكوريتي انفورماتيك تيبيراتي الواي فاي تيحاول يبيراتي فيسبوك تيحاول يبيراتي مواقع الكترونيه يعني كاين هذا الحب انا نقول لك واحد القضيه من الحوايج اللي ملاحظ ان يعني المراهقين المغاربه سون تخوا اتاشي بالدومين ديال ديال السيكوريتي فهادشي فاحنا اللي بغينا باش نبداو هذا النقاش هذا بغينا نبداو من واحد المنطلق ديال انه كاين بزاف ديال الناس اللي باغيين يتخصصوا في الامن المعلوماتي ولكن بغى يمشيو في واحد المنهج اللي هو اكاديمي يعني الناس اللي هما بغى يمشي هو مثلا باغ اكزومبل يدير واحد عامين في لو بي بي تي او لا ويدير مثلا واحد لا ليسونس في لا سيكوريتي او لا بغى يدير باغ اكزومبل يدير واحد الشهاده في الامن المعلوماتي فانت انطلاقا من هذا الاحتكاك ديالك لانك بالنسبه لي انت كتجمع واحد جوج حويجات اللي هما مهمين واللي انا ديما كنحاول انني ننصح بهم الشباب انه ما يحاولش يعتمد غير على المنهج الاكاديمي ولكن كذلك في الدومين ديال السيكوريتي هو واحد الدومين اللي اللي كيجمع ما بين البراكتيس لان البراكتيس ذات ميكس يو بيرفكت اوف كورس المهم انا نبدا باخر جمله قلتيها قلت البراكتيس ميكس يو بيرفكت زعما دير از نو واي اقدر تكون واعر في اي دومين هما ما كاين واحد الفرق بانه راه كلشي كيكون عنده نفس الليفل في الاول الفرق ديال الخدمه اللي خدم شي واحد اتاسيرت ليفل تكون براكتيسيتي بزاف عاد الانتيليجنس ديالك كتلعب دور ولكن الا غير براكتيسيتي واخا ما كتحسش براسك انتيليجنت راه غتكون واعر هي واش غتمشي المهم الخدمه هي الاولى الانتيليجنس كامز ليتر بالنسبه لهذا البوينت اللي قلتي ديال الاندستري والاكاديميا الحاجه اللي بغيت نقول لك زعما شكرا على هذا السؤال هي انه في الاول كتلقى بزاف ديال الفيديوز مثلا كتدخل يوتيوب كتلقى بزاف ديال الفيديوز واحد كيشرح لك كيفاش كضرا كي فهمتي فيسبوك واحد واخا هادي راه ما كايناش وراء الا لقى حيت غيمشي يسابميتي باك جراوند البلد ديال الفلوس باش يتبع راسو يدير فيديو في يوتيوب المهم زعما شي حوايج بحال الواي فاي كيشرح لك التولز ديال فكالي لينكس شي حوايج بحال هكا حنا ديما هذا خطا فهمتي الخطا اللي كيدير في الاول هو بحال الا داكشي راه كيكون باتم اب كتبدا باللي باز وكتطلع كتبدا تفهم ولكن باش انت تبدا اخر حاجه وصلوا ليها الناس بدا غير تستعملها وما عارفش انت علاش اصلا خدمات ولا علاش خدمات ولا كيفاش خدمات هذا غلط هذا من الحوايج بحال داك الفيديو ديال داك القرض ملي تعطيه كلاشنيكوف قرض تعطيه كلاشنيكوف تبقى يجيري ما عارفش شنو كيدير دابا شنو زعما البيرسبكتيف ديالي هي انه في الاول الناس ديال لو بي بي تي كما قلتي والناس زعما في الجامعات وفي كلشي مزيان يكون عندك واحد التويل اكاديمي ياك ولكن انت حدك كتقرا خصك تفورمي راسك بواحد الطريقه اخرى حيت داكشي اللي كيكون اكاديمي مهم زعما باش تفهم الريزو كيفاش خدام راه مهم جدا راه ما يمكنش تقول لي شي واحد اكسبيرت في السيكوريتي ولا زعما الريزو راه مهم حتى في البروغراماسيون في كلشي خصك تعرف السؤال اللي خصك تطرح في كل مره كتشوف الا دربي www.google.com الا كان عندك النوليدج باش تشرح الفلو من ديك الكليك ديال انتر ديالك ديك الريكويست ما راسك فهمتي ممكن تسمي راسك اي اندرستاند سام ثينكس يقدر المهم في هذا السؤال يقدر نبداو غير كاشاره نبداو شي ديتير اللي هو راه ديك النيتورك راه تايه فيها لايرز
فيها لايرز. المهم كاينين كاينين بريزنتيشن لاير، كاين ابليكيشن لاير، المهم كاين بي بي، عاد كاين الاي بي، اي بي موديل نتورك، عاد اوزي. كاين اكزاكتلي الموديل، اوزي. خصك تفهم ديك الريكويست الا مشيتي، خصك تعرف بانه راك تمشي من كاع دوك ستيبس باش توصل عند داك السيد الاخر ولا سيرفر اخر، ودير كاع دوك ستيبس باش تجيك انت الريكويست. تعرف بانه راه داك جوجل راه مأصايني، كاين واحد دي ان اس تما، راه ماشي راه مأصايني واحد الاي بي. خصك المهم شحال من حوايج بحال هكا، غير هذا السؤال الا عرفتي كيفاش كيفاش هاد دابا الحاجه. حنا غادي نجيو، غادي نحاولوا نجيو للمنهج، غادي نحاولوا نجيو السي احمد المنهجيه ديال الهاكين او الميثودولوجي اوف هاكين، هادشي غنرجعوا ليه. انا دابا السؤال ديالي غادي في واحد المحور ديال دابا، انا واحد الاستاذ، انا واحد السيد اللي باغي مثلا انه يكون سيكيورتي ريسيرشر، يعني واحد تنقول انني يكون مثلا سيكيورتي ريسيرشر، او ناخذ مثلا غير دبلوم ديالي في مثلا او واحد لا ليسونس في لا سيكيورتي انفورماتيك، انا ما باغيش، اشنو خاصني ندير؟ واش نبقى غير معتمد على هذاك الشيء اللي كيعطوني في القسم؟ الا كان ماشي داك الشيء اللي خاصو يعطوني في القسم، الوغ شنو خاصني ندير انا بالتوازي؟ شنو خاصني ندير بالضبط؟ شنو كنتي كدير انت؟ يعني حيت انا كنعرفك مزيان، انت ما كنتيش معتمد على داك الشيء اللي كيقراك في الدراسه، انت تقري راسك براسك، الوغ انت تبعتي واحد المنهجيه معينه باش انك ديفلوبتي السكيلز ديالك. سو حنا خاصنا هاد الميثودولوجي اللي درتي، هاد الطريقه ديال الخدمه اللي درتي، شنو درتي بالضبط؟ زعما بالنسبه من التجربه ديالي الشخصيه، كان بحال دابا داكشي اللي كنقرا، داكشي اللي كنقرا ماشي كنقول داكشي اللي في المدارس ماشي مزيان، ولكن خصو يتيمبروفا. لا هو خصو يتيمبروفا، ياك كتخدم اون باراليل بحال مثلا بروغراماسيون، فهمتي؟ تكودي وهذه نقطه اخرى اللي هي خصك تختار واحد البروغرامين لانجويج اللي غتخدم بها. مثلا في السيكوريتي الاغلبيه ديال السكريبتي لانجويج، سكريبتي لانجويج باش كنخدم هي البايثون، بايثون باش كتخدم، فهمتي؟ يعني اسمح لي انا تنقاطعك، ولكن غير باش تنجمع الاخر وكنقادهم مزيان، كنقادهم في دي باكيت مزيانين. الو دابا اول حاجه خاصنا اول حاجه يدير الطالب هو انه خاصو يمشي يقرا شي برمجه، خاصو يقرا برمجه. اهم حاجه خاصو يقراها بالتوازي مع داكشي اللي كيقرا، الا كان تيقرا لا سيكوريتي او لا تيفكر انه يقرا سيكوريتي، خاصو يقرا بيتون. حيت ضروري، حيت كما كتعرف راه انت المهم انت راه عارف هادشي، الاكسبلويتس اللي كيتكتبوا الاغلبيه ديال الاكسبلويتس اللي كتلقى راه كتلقى بايثون. الحاجه الثانيه هي مثلا كتشوف انت اش من تخصص بغيتي دير في سيكوريتي، مثلا واش بغيتي الويب ابليكيشنز، بغيتي الويب ابليكيشنز كاينه ميثودولوجي ديالها، مثلا خصك تعرف الفريم وركس باش كيداروا الويب، خصك تفهمهم ودير، واخا انت غدير غير ويب سايت ديالك بهذا اللانجويج، مثلا البي اتش بي خصك تعرف كيفاش كتخدم. كاين 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 مثلا خصك تعرف دوك البروتوكول ديال الاتش تي تي بي كيفاش كيخدم، الاكس اس اس اشنو هي اكس اس اس، زعما مثلا كيفاش كيخدموا دوك مثلا دخلتي لشي ويب سايت كيفاش كيديسبلاي لك شي حاجه، خصك تفهم داك الفلو. الحاجه الثانيه اللي ممكن اي واحد يديرو هي منين غيتعلم، غيستارت يتعلم، غير انت انترسبتي الريكويست اللي كدير. مثلا كتحل واحد سيت ويب، كتشوف الريكويست اللي كيدير، راه ماشي بالضروره ريكويست وحده اللي كيدير، كتشوف بزاف ديال السكريبت كيفاش كيخدموا، كيفاش كيغيتيو الداتا، حيت ات دي اند هادشي كامل هي واحد الريكويست كديرها وكتغيتي الداتا، صافي. خصك داك الفلو كيفاش كتغيتي الداتا تفهمو. بزاف ديال الحوايج داخلين في هادشي، عاوتاني في هاد التقاطع هادي غير كنهضر غير ديال الويب، كما قلت لك الفريم وركس تعرفهم كيفاش كيخدموا داكشي كامل. و من انطلاقا من الا فهمتي لا ستركتشر كيفاش ثينكس وورك، مثلا الهيدرز راه كتعرف بانه راه غير من الهيدرز راه ممكن تستنتج بزاف ديال الحوايج اللي ما كيبانوش لك انت في البراوزر، ما كيبانوش لك في البراوزر، ولكن الا انترسبتي ريكويست راه كتلقاهم. مثلا كاينين شي ويب سايتس اللي كيجي كي اباندي لك الكوكي في الهيدر، وداك الكوكي يقدر يخدم يقدر ما يخدمش، دونك خصك تمانيبيليتي تحيدو وتشوف ثينك اوت اوف ذا بوكس. واحد البروسيس دابا كتحاول دير في اي ابليكاسيون، كتحاول ثينك اوت اوف ذا بوكس، شي حاجه اللي يقدر داك البروغرام اللي قدام ما يكونش فكر فيها. مثلا بحال هاد الحوايج هما اللي هادشي كامل اكسبيريمنت، فهمتي؟ كتحلو وكتكسبيريمنت. يعني دابا خاص دابا غير بلاتي سي احمد، لان اصلا راه كوميم كنطلعوا بواحد، انت كتطلع بواحد النيفو في الهضره
كاين الناس اللي باقيين تيقراو دابا تيقراو الديفلوبمون هذا ما شادينش معاك الو غير باش نمشيو غنمشيو ستيب باي ستيب نشوف ستيب باي ستيب خليونا معكم انا غادي انا بسط حيت انا عارف المشاكل اللي عند الناس الو دابا شوف دابا ملي كتقرا اللونغاج ديال بيتون دابا اول حاجه خصك تقرا هي بيتون ماشي انا حنا ماشي تنفرضوا عليك تقرا لغه برمجيه ولكن خصك انت ديفلوبي خصك تكون عندك واحد اللغه برمجيه باش ديفلوبي ليكسبلوا ديالك هذه مفهومه اش كنقصدوا اننا كنديفلوبيو ليكسبلوا ديالنا الا كنتو ما عرفتوش كانوا شي ناس معايا في اللايف اللي فات هضرنا على الفينيغابيليتي وهضرنا على الاكسبلو يعني كتكون دابا مثلا انت شنو هو الدور ديالك انت تخدم في واحد الدومين اللي سميتو لا سيكوريتي انفورماتيك يعني انت ملي كتخدم في الدومين ديال لا سيكوريتي انفورماتيك سافي دير نتايا راه دو باز راك هاكر يعني خاصك تفهم يعني قبل ما توقع المشكله خاصك انت تحاول انك تلقاها انت الاول وتحاول انك تباتشيها هذا اولا او لا الا كان شي اشكال يعني شي ثغره امنيه كاينه في داك النظام المعلوماتي انت كتقوم بالتصليح ديالها هذا هو لاباز ديال لاباز الخدمه ديالك ولكن باش توصل لهذا النيفو هذا تيخصك ان تيخصك شي حويجات خصك شي ادوات من هاد الادوات اللي غادي يخصوك غادي يخصك اول حاجه هي انك تقرا بعدا شويه على لا سيكوريتي انفورماتيك لانه بطبيعه الحال ما غاديش تعرف شنو هي فينيرابيليتي كاين واحد الدومين ديال لا تيرمونولوجي في لا سيكوريتي انفورماتيك كاين واحد الدومين سيكوريتي الاي تي سيكوريتي كتقسم لجوج الحوايج كتقسم التيرمينولوجي والميثودولوجي ملي كنهضروا على التيرمينولوجي خصك تعرف شنو هو اكسبلويت تعرف شنو هي فينيرابيليتي فاللي بغى يقول السي احمد هنا هو انه راه كيكونوا عندنا تتكون عندنا ثغره امنيه ثغره يعني كاين واحد الهشاشه كاين واحد الثقبام اللي ممكن انه يدوز الهاكر وهاكي ليك لو سيستيم يعني تما كاين واحد الضعف امني كاين واحد الويكنس بحال مثلا قفل ملي تيكون مثلا ملي تتسد القفل نتايا ما سدوش باغ اكزومبل دايروا على واحد الباب اللي الخشبه ديالو هشه يعني ممكن تقلق صافي راني دخلت هذه هي لا فينو هنا فين كاين لا فينيرابيليتي الفينيرابيليتي فاش يكون هنايا تيخصنا نديروا ما يسمى بالاكسبلويت انت ملي كتلقى لا فينيرابيليتي تلقى بما كاين واحد الاشكال امني كاين مثلا انت بانت لك بعينك انه مثلا هذاك الباب راه باب ديال الخشب ضعيف ممكن انه دغيا يتهرس فانت ملي كتعرف هذا تيخصك ديفلوبي يعني باش تقدر تخترقه باش تقدر انك تهرس هذاك الباب تيخصك انك تصاوب واحد سكريبت هذاك ديفلوبي ان سكريبت باش تهرس هذاك الباب هذاك تيتسمى ليكسبلويت ملي كتعرف ليكسبلويت هي انك استغلال ديك الهشاشه استغلال ديك الثغره باش غادي تستغلها بلغه برمجيه يعني خصك تصاوب تول خصك تصاوب تول هذيك التول تيضحك السي احمد لا لي تنبسط هلا مزيان بلاكيس ولكن انه بطبيعه الحال الله يبارك ماشي كلشي يعني مستويات مختلفه فحنا تنحاولوا اننا نبسطوا لكل شيء فانت تخصك فتخصك تيرمونولوجي يا اخي تيرمونولوجي الوغ تخصك واحد اللعبه تخصك انه ديفلوبي واحد التول باش غديفلوبي خصك ان لونغاج بروغراماسيون احسن يعني اللي هو ريكومندد بزاف ديال الناس هو انه بيتون لانه بيتون ساهل اولا باش تعلمه وسهل باش انك تخدم به في لي زيكسبلويت ديالك هادشي اللي قلت هو هذاك لا هو هذاك كما قلت لك زعما هاد البوينت هو ديال الويب ونفس الحاجه زعما نفس الحاجه الا كنهضروا على النيتوركس مثلا راه الا ما فهمتيش دابا البروتوكولز لويس اي مود كيفاش خدام ما يمكنش تجي تخدم واحد التول ياك تخدم واحد التول باش انترسبتي ريكويست في اللوكال اريا نتورك ديالك وانت غير كتشوف مثلا شي تول كتستعمل غير شي كوبا ماش واش خاصني خصوني دورات بعدا باش نفهم اش كيفاش انترسبتي كيفاش غادي باش نعرف مثلا واحد الميثودولوجي معينه واش هادشي خصني نمشي نقرا شهادات ولا شنو خصني ندير بالضبط هادشي كان اسيومي كيتعطى في لونيفرسيتي حيت لونيفرسيتي كيديروا لك تي بي فهمتي تي بي بازيك كيفاش تانترسبتي وهادشي الا كنتي داير سيكوريتي راه من الاساسيات زعما هادشي كنبدا من هاد النقطه راه قريتي كيفاش تانترسبتي غير انت ما فاهمش شنو مثلا في الريكويست ديبندين على داك البروتوكول راه كتكون عنده واحد الفورمات مثلا انت قريتي كتانترسبتي مزيان ولكن خصك تمشي تكمل واحد كما قلتي في التيرمينولوجي في لا ثيوري ديال الكمبيوتر سيكوريتي تقرا بانه كاين واحد الفورمات اللي كل ريكويست كتبع واحد الفورمات فيها تي تي ال مثلا تايم تو ليف فيها السورس فيها الديستينيشن فيها مثلا البروتوكول واش اي بي في 4 ولا اي بي في 6 هذا كنهضر غير على الاي بي دابا
فيها بزاف ديال الميتا داتا كيتسموا هاد الميتا داتا هما دي زانفورماسيون لي اديشنال باش ايت انتربريت داكشي ايزيلي باي باي نيتورك. خصك هادشي تفهمو. مثلا انت قريتي في الكور قريتي في الكور كاتانترسبتي كتخدم وشارك فور انستنس ولا شي حاجه قريتي كاتانترسبتي ولكن خصك تكمل من 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 الواي ديالك تشوف تشوف كيفاش كيخدم داكشي ان ريال لايف ان الو ليفل هادشي كامل. المهم غير باش ما تكونش سكريبت كيدي غير كتستعمل شي تول ودير فهمتي كتستعمل شي تول كيبان لك راسك راه كدير شي حاجه وهي راه لا حيت دابا هادشي كامل كنقول لك زعما الا غتمشي دوز شي انترفيو شي شركه اللي فهمتي محترمه وشركه شركات كبار جوجل اي شركه اللي كبيره فهمتي هادشي واخا انت غير غتمشي ديرو ما انت تفضل ها قلت لك هادشي الا تبعتي حيت هما كيس لا باز فهمتي خصك لا باز تكون ضابطه لا باز تكون ضابطه تيوري ديال الكمبيوتر ساينس تكون ضابطه ومن بعد راه را كدير بالبراكتيس كما قلنا في الاول كتبراكتيسي هادشي كامل اللي كتقرا حتى هو في تالي يونيفرسيتي راه كتكون مزيان. واخا دابا اللي فهمت من هضرتك هو انه اول حاجه هو اول يعني ملي هضرنا على لغه البرمجه تيخصنا ثاني حاجه هو انني نحدد فاش غادي نتخصص واش غادي نتخصص انايا في الريزو غاديش ندير سيكوريتي في الريزو ولا غادي ندير ولا غندير سيكوريتي في الويب ابليكيشن ولكن ما كاينش غير هاد الجوج هادو ما كاينش غير هاد داكشي علاش زعما قلت لك ولا غدير بحال مثلا ريفرس انجينيرين باينري اكسبلويتيشن هاد الدومين بالنسبه للناس هو مثلا هو الدومين ديال تهاكي شي ابليكاسيون اللي كتانستالا في البي سي ديالك مثلا في ويندوز كيكونوا بزاف ديال لي بروغرام كيتانستالاو وكتكون عندهم واحد اللايسنس كي مثلا لايسنس كي داك الكونسيبت اللي كنسمعوا ديال الكراكين سوفتوير راه كيت اتس اول اباوت ريفرس انجينيرين باينري اكسبلويتيشن. كتعرف الناس هاد الناس اللي متخصصين هذا دومين اخر في سيكوريتي كيكونوا مزيانين في سي ولا البروغرامين لانجويج كيكونوا مزيانين في الاسامبلي كيكونوا كيفهموا بانه كيفاش كتخدم الميموري كيفاش كيخدم السي بي يو هادشي ان لو ليفل هادشي كامل في غير 0 اند 1 فهمتي هادشي ان لو ليفل كيكونوا عارفين هادشي مزيان وكيعرفوا كيفاش كيخدموا الريجسترز في السي بي يو كيفاش كيتستورا لي زانفورماسيون في البروسيسور كيفاش كيجبدوهم كيفاش هاد الميكانيزمز كيكونوا عارفينهم دونك يستعملوا هاد النوليدج ديالهم باش يريفيرسي واحد الاب اللي ممكن باش يكراكيوها ولا يخرجوا السيريال نمبر ديالها ولا شي حاجه كيستعملوا وكيخرجوا مثلا السيريال ديالها. وكاين واحد البوينت اخر في هادشي هما وهادشي ريليتد للسيستم سيكوريتي ولا كيرنل سيكوريتي باش تلقى مثلا بافر اوفر فلوز مثلا بريفيليج سكيليشن هادشي كامل خص يكون واحد النوليدج اندرستاندين داك اللو ليفل اندرستاندين هو المهم. ما يمكنش تخدم مثلا رادار تو ولا شي حاجه شي تول بحال هكا ديال ريفرس انجينيرين ويزاوت نوليدج فهمتي. واخا انا واحد السؤال عندي اسمح لي اختاروا نوليدج. ها مرحبا نتفق معك لان شوف هذا دومين اخر ولكن انا بقول لك واحد السؤال هو انه واش انا دابا باغ اكزومبل دابا واش خاصني نكون عارف نقرا كاع هادشي انا باش نتسمى سيكوريتي ريسيرشر هادشي كامل مثلا خصك نورمالمون خصك تقرا هادشي هاد الدومينز كاملين كنقول لك التخصص ياك ولكن هادشي كامل اللي ذكرناه دابا خصك تكون فاهمه. يعني انا دابا خاصني نكون بعدا ديجا اولا عندي باز في ولكن بلاتي تكون عندي تكون قاري تكون باغ اكزومبل قاري بي اتش بي قاري نود جي اس ما قاري هذا ونعاود نقرا ونعاود ثاني نكون قاري الريزو كامل ونكون ثاني لا ماشي لا هذاك هذا هو الفرق. دابا راه كتقرا واحد الباز لي باز ياك كتقرا لي باز فهادشي كامل ماشي قلنا زعما خصك تكون واعر في بايثون ولا فهمتي تكون واعر في بي اتش بي ولا خصك غير تفهم اندرستاندين واحد ليفل ديال الا شفتي غير الكود الا شفتي غير الكود مثلا كتعرف بانه شوف راه هنا كياخذوا انبوت هنا راه كيمشيو كيقلبوا على شي داتا من شي بلاصه هنا راه هاد التشيك اللي كيديروا مثلا انا غادي نتخصص ريزو واخا انا غادي نتخصص ريزو واخا تخصص ريزو عرفتي علاش حيت المشكل كيتجي مثلا تخصص ريزو ياك تخصص ريزو كتجيك مثلا واحد لابليكاسيون عندك انت خدام في شركه ولا شي حاجه عندكم واحد لابليكاسيون بي اتش بي انت دابا خدام في السوق مثلا كتمونيتوري النيتورك جاوك شي ريكويست اللي كتشوفهم تما كيبينغيو لك ديك الابليكيشن كيصيفطوا شي اكسبلويت انت ما فاهمهمش
ما يمكنش غير يبان لك بانه كاين فرق، ولكن الا كانت عندك الابيليتي باش تفهم ديك مثلا البايلوت كيفاش دايره. البايلوت هي واحد الداتا كنصيفطوها مع الريكوست، عارف عارف كيفاش دايره كما شرحتيها من راه يتسبارطو في اكسبلويتيشن تاعي. الا عرفتي ديك البايلوت راه هنا راه كيطريو مثلا اس كيو ال انجكشن، راه كيطري غتعرف بانه راه دي سيز ماليشيس ماليشيس بوينت كود ماليشيس كود، راه غادي تفهم. واخا دابا واخا انا نمشي معك في هذا الاطار، هذا انا نمشي معك في هذا الاطار. دابا انا دابا انا كطالب شنو غادي خصني في هذا لاباز هذه؟ يعني غادي خصني نقرا بيتون هذا صافي هضرنا عليه، هذا هضرنا عليه واخا في الريزو. اش خصني شنو خصني نعرف دابا مزيان في الريزو؟ الريزو البروتوكولز، البروتوكول موديل او سي بعدا الموديل او سي البروتوكولز البروتوكول نعرف لي البروتوكول كاملين، البروتوكول اللي تعرفهم تعرف بعدا كل واحد راه عنده واحد الديفولت بورت كيمشي معاه. ماشي غتكون انت كتشوف دابا مثلا كاين بورت اي تي ما عرفوش ديالاش، يمكن واخا تكون ويب واخا تكون مخصص في الويب وشفتي اي تي مثلا مخصص في الريزو وشفتي اي تي ما عارفوش، راه مشكل خصك تعرف داك المابين بعدا هذا المابين اتش تي تي بي راه علاش كيصلاح مثلا الاس ام تي بي علاش كيصلاح مثلا الاف تي بي علاش كيصلح. دونك الا بان لك داك البور وانت خدام في النيتوركس وبان لك داك البور غتعرف ديالاش. وثانيا انت الا كنتي في الويب وشفتي داك البور في شي ابليكاسيون كنتي كتاناليزيها غتعرف بانه الا كانوا دايرين 25 راه هاد الناس استعملين شي ايميلين سيرفي ايميلين كيحاولوا يديروا شي حاجه. داكشي علاش انا شخصيا كنقول للناس ديما حاولوا انكم تبداو بسي سي ان ا، تتبان لي انا سي سي ان ا لا ممكن انا بنادم يعني بدا يقرا بعدا على سي سي ان ا يزيد مع هذيك الساعه واحد بروغرامين لانجويج بحال مثلا كي قلنا بايثون غير شي. انت دابا قلتي لنا بما ضروري انه خاصك تكون عندك حتى مع الويب ابليكيشنز واخا غتخصص ريزو خاصك تكون قاري شويه البي اتش بي حيت هادو ريليتد بزاف مازال بالبوينت ديال الباينري اكسبلويتيشن والريفرس انجينيرين شويه زعما سيباري على الدومين. المهم واخا راه ماشي توتلي سيبريتد ولكن سيباري شويه على النيتوركس والويب. اما النيتوركس والويب هما كيمشيو فهمتي كيمشيو كونكورنتلي، يقدر نقول بانه راه خص يكون عندك نوليدج فيهم بجوج باش تفهمهم بجوج. و مثلا بعض المرات كطيح شي سيتياسيون اللي كاينين فهمتي داخلين مثلا كتاناليزي راه خصك تعرف داك ديك الابليكيشن راه حتى هي مهوستيه في شي سيرفر وداك السيرفر راه عنده نيتوركس عنده بورت محلولين عنده شي حوايج خصك تعرفهم. مثلا انت مثلا انت كوديتي ديك الابليكاسيون مزيان درتي ليها سيكوريتي هي بوحدها مزيان خدمتي عليها مزيان مهوستيها في شي سيرفر اللي ماشي سيكيور اللي ريليتد نيتورك راه بحال ما درتي والو انت راه درتي الافورت ديال كامل. ولكن دي اند راه يقدر شي واحد ما خلي شي بورت ما محلول زعما ويد ديفولت كريدنشلز مثلا ولا شي حاجه وصافي كيجي شي واحد كيستغل كيطفي لك السيرفر ماشي غير لابليكاسيون دونك مشى لي كلشي دونك تفهم هاد الحوايج كيفاش كيخدموا. واخا حنا بالنسبه للاخت اللي سولتنا شنو هي سي سي ان ا، سي سي ان ا واحد السيرتيفيكا في الريزو اللي كتعطيها شركه سيسكو ممكن تكتبيها في جوجل وغادي تفهمي شنو كنقصدوا بالضبط. هذا البوينت بغيت نزيد واحد الحاجه بالنسبه للتيرمينولوجي اللي ذكرتي سي امين راه سي اتش سيرتيفايد سيرتيفيكيشن اوف ايثيكال هاكين ولا سيرتيفايد ايثيكال هاكين. هذه هي النقطه اللي بتنوصل لك لها التيرمينولوجي. بالنسبه للتيرمينولوجي اتليست لي باز غتكون عارفهم جوستومون. دابا دابا انا هذه النقطه اللي بغيت نمشي معك فيها في السؤال الاخر هو دابا انا باغ اكزومبل هاني دابا مشيت قريت سي سي ان ا مزيان سي سي ان ا وليت نعرف نيتوركين كنعرف هذا مشيت قريت شويه ديفلوبمون بي اتش بي بايثون هذا مسائل مزيانه تعرفت على لي فريمورك اللي كاينين في الديفلوبمون مزيان الوغ انا خديت هذا الشيء شنو خاصني باقي باش ندخل لا سيكوريتي؟ اها دابا شنو خصك تختار انت التخصص المجال ديال التخصص ديالك شنو بغيتي دير مثلا بغيتي دير الويب ابليكيشنز كتجي كتعمق في الويب ابليكيشنز. كيفاش كتعمق في هاد الويب ابليكيشنز؟ كاينين مثلا بوكس كتبه اللي ممكن تقراهم مزيان ذا هاكر هاند بوك مثلا ولا ويب ابليكيشن سيكيورتي هاند بوك هادو مزيانين. المهم راه كاينين ممكن تكتبهم نكتبهم في هاندبوك وويب
سيكوريتي هاكرز هاند بوك ويب سيكوريتي ايكون جو بون ايكون عندك حيت عندي عندي ايكون حيت معروف زعما كاين معروف. القضيه الاخرى هي المهم شفتها في واحد الكومنت نيت ومزيان نشير ليه واحد السيد قال لك اسيدي ديفنسيف سيكوريتي والاوفنسيف سيكوريتي هذه من الحوايج هذه من الحوايج المهمين اللي خص بنادم يعرف شنو كيدير. مثلا انت اختاريتي الويب مثلا واش غتخدم ديفنسيف ولا غتخدم اوفنسيف؟ اوفنسيف يس يا اما غتخدم في الريد تيمز كما كيتسمى اللي هما الاوفنسيف سيكوريتي ولا الريد تيمز ولا البلو اللي كيخدموا في الديفنسيف. ملي كتختار هاد الحوايج المهم نصيحه ديالي شخصيه ديال كاين واحد واحد الفريم واحد الكور ديال سميتها ديال الشركه اللي مقاده بارب سويت حتى هي غنكتب بارب هذه واحد التور معروفه راه ديال ولكن شوف انا كتبان لي هذه المساله ديال الاوفنسيف ولا ديفنسيف فيلوزوفي فقط لا اكثر فيلوز انا اوف كورس راه يو هاف تو بي اوفنسيف الا بغيتي تخدم في الديفنسيف ولكن فهمتك ولكن كاين بنادم دابا كاين البوينت شنو هي ملي كتخدم هذه كيخدموك كتخدم مثلا في شي شركه شي شركه مثلا ماشي ديال السيكوريتي راه كيتحتم عليك المهم هي راه يو ار اوفنسيف you are offensive to your team to your application ولكن ديك اوفرول زعما من ديك شابار ديفنسيف تو يور application ترمينولوجي كيما قلتي غير هو المهم دابا عندي واحد السؤال هو المهم انا غنبعدو شي شويه ولا غنرجعو دابا انتما راه كتخدموا في سوسيتي ديال لا سيكوريتي انفورماتيك وراكم كتعرفوا ان لي سوسيتي ديال سيكوريتي انفورماتيك راه غالبا تيخدموا اوفنسيف باش يجيو ويبيعوا انت كتهاكي وكيجي داك صحاب البلا بلا كيجي كيهضر معاك فوالا المهم انا كنقول لك زعما هادشي خدمتي في شي شركه ماشي ديال سيكوريتي ديال ديفلوبمون مثلا انت كوديتي شي ابليكاسيون ديالك خص تكون ديفنسيف بالنسبه للابليكاسيون نهضروا هنا على سيكيور كودين سيكيور كودين يا فهمتي من الحوايج ديال ديفنسيف هو سيكيور كودين الا كنتي انت نيت اللي ولا الكود ريفيو اللي كدير هادو من الحوايج قلت لك هاد البوينت كاين واحد الكور من ديك الشركه اللي مقاده نسيت سميتو اللي مقاده بارب سويت كاين واحد الكور ديالهم ياك فيه اللابز وفيه كلشي وهذاك وان اوف ذا بيست ويب سيكيورتي كورسز اللي شفت كي اكسبلينيو كلشي ان ديتيلز داني خصني نقلب غير على سميتو ويبس سيكيوري باش نبارطاجي المهم واحد من ملي كتسالي هاد ستيبس اللي هضرنا عليهم خصك تمشي لديك ستيب علاش ديك ستيب غيوريوك داكشي ان ديتيل ان براكتيس كيعطوك ابليكيشنز اللي ماكين اللي فيهم ديك الفيرابيليتي اللي كيشرحوا لك في السيكشن كتقرا ديال اللي قال لك ديال اوزاب ديك التيار يا حتى هي مزيانه المهم راه واسب حتى هي راه اتس فيري امبورطانت زعما هذيك واسب غنهضروا عليها خصك دوك التوب 10 الا كنتي دايروا مثلا ويب سيكوريتي ديك التوب 10 اللي كاينه في واسب غنكتبوهم حتى هي هنا باش الناس يعرفوهم واسب توب 10 واسب توب 10 هادو راه مهمين هادو خصك ملي غتسالي هاد الشيء اللي هضرنا عليه غدوز هاد يا بورت سويغر اكاديمي يس اكزاكتلي واحد السيد قالها في كومنتس يا بورت سويغر اكاديمي راه فيها لي كور اللي كيطلعوك لهاد الليفل ديال الواسب دابا غيعطوك هاد ديسكريبشن ماشي كور غيعطوك ديسكريبشن ديال هاد توب 10 ديال فرابيتيز اللي كاينين بالنسبه ل 2020 مثلا ولا بالنسبه ل 2019 انت غتمشي في ديك هاد بورت سويغر اكاديمي راه غتلقى الكور ديال الويب سيكوريتي كيهضروا على هاد الواسب توب 10 وكيزيدوا عليهم شي فيرابيليتيز اللي غابرين حيت الواسب توب 10 كيهضروا على الموست نون فيرابيليتيز فور اير وبالنسبه لهاد الكور كيعطيوك ان ديتيل كتخدم انت كتقرا الثيوري كاناليزيو لك الريكويست كيعطيوك وكدوز للبراكتيس بالله جيتوين راه مروكو جيتوي اوف مروكو راه حط لكم لو ليان جيت اوف مروكو راه حط لو ليان postwinger.net يس ويب سيكيوريتي يس يس عندي لك واحد السؤال اخر واش هو مهم انني وانا غادي كنبراكتيسي في هاد لي فريم ورك واش مهم انني انتندي دي كونفرنس انني نشوف دي كونفرنس
ماشي كونفيرنس سيكيوريتي كينفعوا بزاف باش انك تطلع لي سكيلز ديالك في في انا في الهاكينغ. بالنسبه ليا انا بالنسبه ليا زعما لي كونفيرنس من الحوايج المهمين اللي كاينين فهمتي. كاينين لي كونفيرنس يا اما تحضر ليهم زعما فيس تو فيس فيس تو فيس. كاينين دراري اللي في المغرب واعرين زعما دي ار فيري كومبيتنت زعما الا كانوا غنمشي غنمشي نشوفهم زعما غنمشي نحضر لي كونفيرنس ديالهم. عطينا شي اسماء. كاين ياسين ابو كير كاين كاين ايوب 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 فتحي قطروس دروس النظاره كاين كاين حمزه فورتاسي كاين زعما بزاف ديال الناس اللي كاين عبد الحميد يا صاحبي عبد الحميد اللي ما ميلا كان في شي كونفرنس نمشي نتفرج فيه ما باينش ولكن صار فهمتي الا مشيت غنستافد شي حاجه غنستافد واحد البيرسبكتيف اللي 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 ما كان ما معروفش واحد البيرسبكتيف اللي هما ديفلوبو داكشي ديالهم التينكي ديالهم وكيقولوا لك اودي ابلاينا هاد البيرسبكتيف هاد الكيس شنو خرج اخر شنو خرج لينا الا ما تعلمتي والو غتعلم كيفاش تفكروا زعما دابا فوالا جوستومون دابا هادشي اللي بغيت باش نبسط ثاني اللغه انه ملي كتانتندي لي كونفرنس بحال هكا كتفهم القوالب تتولي كتشوف الامور بدي بريسبكتيف يعني بوجهات نظر اخرى لاننا حنا ملي هضرنا على واحد المساله اش هضرنا على انه كيكون عندنا واحد الكيس تكون عندنا واحد الحاله تيكون عندنا واحد الثغره امنيه كاينه فواحد النظام معين وكنشوفوا هذاك السيد اللي لقاها كيفاش تلقاها كيفاش شنو هما الاسئله اللي طرح على راسه في الاول كيفاش ديك الشوفه اللي شاف بها لان هذوك ملي كت بطبيعه الحال ملي كتولي كتشوف الشوفه ديال هذا والشوفه ديال هذا والشوفه ديال هذا وهادشي انت لقى ملي كونفرنس سيكوريتي اللي كيكونوا اولا مثلا ملي تيكونوا دي فيديو سيغ يوتيوب اللي واحد يقول لك تعطيك كيفاش لقى ثغره معينه بطبيعه الحال من بعد ما تتباتشا فهو كيجي تي بارطاجي معك هذوك لي فيو ملي تيكثروا تتولي عندك حتى انت واحد واحد داتابيز تتولي انت ملي كتبغي تبين تيستي اولا ملي كتقوم بعمليه اختبار اختراق اولا تشوف واش ممكن انك تخترق واحد النظام تتولي كتجرب هادي وتجرب هادي وتجرب هادي وتجرب هادي عاد ديك الساعه كدوز الى ما صدق والو عاد ديك الساعه تدوز البريسبكتيف ديالك انت هادشي علاش بغيت نهضر على زعما لي غوسوس اللي كنتبعهم انا زعما في وكنكون كتبعهم انت اوف كورس ديفكون مثلا لي كونفرنس ديال ديفكون بيان سور كيطلع عليك راجا مزال كنغيمشي لهذا العمل اه فهمتي كل واحد اللي في الشكل فهمتي ديفكون وير ديفكون واحد من الاحلام ديالي واحد من الاحلام ديالي نديفلوبي شي حاجه ونمشي نبريزونتيها في ديفكون فهمتي ايتس انذر ليفل الناس اللي كاينين تما دي ار وورد تو واتش دابا الكوارنتين زعما راه هانيه تمشي تفرج راه تفت شي حوايج واعرين فهمتي غيحلوا لك عينيك على شي حوايج واعرين اللي كندير زعما ان جينيرال بحال كنقرا ارتيكلز في ميديوم ديال سيكوريتي او انفورماتيك ميديوم راه كتمشي كتقرا ارتيكل كاينين هاكرز اللي كيبينوا لك كيبينوا لك كيفاش خداو مثلا كيفاش داروا كما قلتي كيفاش شرحوا ولا كيفاش لقاو شي فولنربيليتي كاينين مثلا البلوغز اللي كيداروا في هاكر وان هاكر وان هي واحد البلاتفورم ديال ديال الباك باوند كتمشي انت الا كاع زعما مازال ما عندكش ديك الابيليتي باش تلقى سيكوريتي ايشوز في ويب سايت كتمشي كتقرا لي تيكي كتلقى بانه ها الريبورت كيفاش كيتكتب الا ما تعلمتي والو غتعلم غير الريبورت كيفاش كيتكتب باش الا خدمتي في اندستري هادشي كله اللي كنقولوا اسمح لي هادشي كله اللي تنقولوا راه ممكن تقلبوا عليه فيه دير ديف كون كما كتبتها ديف كون ديف كون كما كتبتها دير ديف كون دير ديف كون في هاكر وان ديرها غير في يوتيوب غادي تلقى بزاف ديال لي كونفرنس اللي كيتسجلوا كيتحطوا تما بطبيعه الحال لي تيكي بعدا باش تمشي اذا كنتي غادي تمشي سي ترو شير من الافضل انك تسين انت تحط في يوتيوب في يوتيوب وزعما وتفرج وفيه كاع هادشي اللي علاش هضرنا فيه نيتوركس فيه باينري اكسبلوتيشن فيه الويب فيه اي حاجه فهمتي اي حاجه المهم غنهضروا مازال من لوكوتي اكاديميك ديالو حيت هما ماشي بالضروره ماشي كلشي اندستري كاين اللي كيدير ريسيرش ديالو على شي حاجه وزعما كتكون فيري انتريستين المهم كيعطيك واحد البيرسبكتيفز اللي انت ما فكرتيش فيهم قبل كاينين دراري اللي زعما واحد الارتيكل قريتو الدري مغربي محمد قشيقش واحد الارتيكل واعر بجد هو سبيشاليتي في بايثون ودري صغير 18 عام هيز فيري سمارت و ام 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 براود اوف هيم زعما الا قلبوا عليه في هاكر وان ولا قلبوا عليه في ميديوم زعما ماشي راه ماشي بالضروره يكونوا من برا ولا يكونوا اجنبيين راه عندنا مغاربه كيكتبوا ارتيكلز واحد اللي ممكن تقراو واخا بغيت نسولك سؤال اخر دابا الشركات اللي عندنا هنا في المغرب واش عندنا شركات بزاف في المغرب اللي كيخدموا دي بروفيل اللي هما في لا سيكوريتي انفورماتيك كاينين شركات المهم اللي كنعرف انا واللي زعما معروفين في المغرب عندهم ناس اللي فيري كومبيتنت
فهمتي فيري كومبيتنت من الطيناب ديال الناس اللي هضرنا عليهم قبل. عمر زوكا، كريم بودرة. كريم بو، المهم كريم بودرا، كاين عادل الجامعي، المهم كاين الناس اللي فيري كومبيتنت زعما كيخدموا في هاد الشركات. ولكن ما خصناش عاوتاني باش نكونوا ستاتيستيكلي واقعيين. كوريكت، واقعيين، ماشي كاع دوك الناس راه بداك الليفل، ماشي كاع اللي كيخدم راه بداك الليفل. يعني هو الشركات اللي كاينين هنا في المغرب يعني ماشي كاع الناس اللي خدامين يعني سوسون دي زيكسبير بهذا لو نيفو هذا اللي كنهضروا فيه دابا. حيت المهم انا بالنسبه ليا كيفاش كنقارن، كنشوف البابليكيشنز اللي كيديروا، يا اما البابليكيشنز اللي كيديروا، يا اما لي كونفيرونس اللي دايرين، يا اما الا لقاو شي طغره زعما وبيبليو عليها، يا اما الهالو فيمز شحال. المهم هادو كاملين فاكتورز اللي كيساهموا في هاد الحوايج. اوف كورس راه ماشي كلشي غيلقى باغ، راه ماشي كلشي غيكون. وهاد الشركات ما يمشي يخدموا بزاف مع من كيخدموا بزاف مع الابناك في المغرب كيخدموا مع بزاف مع الابناك. كيخدموا بزاف مع الابناك كيخص واخا زعما. ولكن هاد الشيء كامل راه ما كنخليوش من القيمه ديال لي زانجينيور الاخرين اللي خدامين في هاد الشركات. اوف كورس راه كيكونوا كيدوزوا واحد السيليكشن وغيكون زعما جوستومون. هادي هي النقطة، هادي هي النقطة اللي بالنسبة بغيتي تدوز. كيفاش كدوز السيليكشن؟ كيفاش أنا ممكن نخدم مع هاد الشركات؟ واش غير كتصيفط لهم السي في وصافي كيدوزوا لي كونتروتيان دخل تخدم؟ كيدوزوا داكشي اللي غالبا داكشي اللي كيدير، فهمتي؟ هذا الناس اللي عارفانا زعما كيدوزوا سي في ولا كيكونوا كيكونتاكتيوهم هما. ما كيديروش ليهم شي امتحان؟ جو بونس الاكسبيرينس ديالي والناس اللي كنعرف ما دارش امتحان. كيكونوا دي زونتروتيان، يقدر يكون واحد جوج ثلاثه على حساب. كيكونوا تكنيكال انترفيوز اوف كورس، كيناقشوا فهمتي، كيناقشوا تكنيكال بروبلمز وكيشوفوا الانسان كيفاش كيفاش كيحل داك المشكل، ولا كيفاش شافوه واش يقدر يلقى سولوشن دغيا ولا لا. هادو من الحوايج اللي مهمين. واخا لي سالير تقريبا شحال كيكونوا؟ تفضلوا. الحاجه اللي بغيت نشير ليها هي انه خصك ملي غيكون عندك هذا النوليدج كامل، حيت هذا كامل اللي كنهضروا عليه غير النوليدج، ملي غتبدا تبراكتيسي غتبدا بحال واحد الجراف كاينين بزاف ديال البوينتس كتكونيكتيهم. ملي كتكونيكتيهم الحوايج كيبداو يبانوا لك واحد البيرسبكتيف اخر. حيت كما هضرنا دوك الناس اللي قلت لك الا كانوا في دي كونفرنس غنمشي نحضر ليهم، علاش؟ حيت هما اي نو بانهم براكتيساو لواحد الليفل اللي ولا داك النوليدج ديالهم، داك العلم اللي عندهم كيستغلوه، كيبداو يفهموا الحوايج من ديفرنت انجلز اللي بنادم اخر قبل راه ما فكرش فيها. هذا هو اللي كيخليك كتلقى باجز في ويب سايت. واخا هو لي صالير كي دايرين هنا في المغرب؟ والله ما عرفت، ولكن زعما في المغرب، انجينير كتكون ما بين 8000 لا و 12. ولكن على هو كيخدم اوطون كو انجينير، راه هو سيت ان سبيسياليست في السيكوريتي. ولكن واخا هكاك راه كيديروا انجينير ديتا كيدير ديال المغرب. شوف المغرب كيخدموا معاك بالدبلوم. المغرب تر كيديروا لك باك دي 5. ماشي كلشي هادشي، علاش؟ خصك تكون بغيو جاي تكون واعر بزاف. كنقول لك لاماس دابا كتخدم ديبلوم، لاماس كتخدم انجينيور ديتا، فهمتي؟ باش كتخدم لاماس. ولكن بالنسبه للناس الاخرين كيخدموا بهاد الحوايج اللي ذكرناهم قبل. واش لقى تغارات قبل في شي شركات كبار؟ واش دار شي ريسيرش في شي حاجه؟ مثلا دار شي اكاديميك ريسيرش وكيبوبلي دي زارتيكل اللي مزيانين في سيكوريتي معترف به، فهمتي؟ هادشي كيلعب دور. واخا ما تكونش عندك الدبلوم، ولكن انت ما تكونش داير هادشي، ما تكونش كدير ريسيرش، ما تلقى باغ. الحاجه الوحيده اللي ممكن هما يعرفوك بها هي الدبلوم. حيت هما علاش كيقلبوا هاد الشركات؟ كيقلبوا بانهم ياسيروا بانك عندك واحد النيفو. داك النيفو الطرق باش غياسيروا بانه راه كاين داك النيفو كتاب. اوكي، ولكن دابا انا ما غاديش نخدم في ليشيل ناسيونال، بغيت نخدم في ليشيل انترناسيونال. كيفاش ممكن انا نتواصل مع شركات على برا؟ وانت شفتوا انك خدمتي مع دي سوسيتي على برا. كاينين مثلا في جوجل غتدخل careers.google.com غتلقى وغتكتب غير سيكوريتي غيخرج لك كاع البوزيشنز اللي عندهم دابا اللي كيهاريو ديال السيكوريتي، وكيديروا لك ديسكريبشن ديال الجوب. دو سيم ثينك فيسبوك، تكاريرز دوت فيسبوك دوت كوم، راه سيرش سهل، فهمتي؟ كتمشي اي شركه، كتمشي اي حاجه ممكن ديرها، كتب غير اي شركه بغيتيها في راسك في جوجل، كتب كاريرز حداها غيديك ديريكت لاباج ديال الكاريرز ديالهم، غتلقى الاوفرز اللي كاينين، الديسكريبشن ديالهم،
غتلقى هادشي كامل اللي هضرنا عليه مثلا، هادشي كامل اللي هضرنا عليه غتلقى تما. وكتختار انت واش في الويب، واش الانفراستراكشر، واش النيتورك، واش برايفسي، واش تراست، واش المهم هاد الاد. واخا انا غادي نعاود نرجع معاك ثاني السكيلز ديال الهاكين وهاو تو بي هاكر انيتيكال هاكر. الوغ غنمشي معاك لواحد النقطه اخرى، وهي شنو الراي ديالك في سي تي اف؟ سي تي اف واحد من الحوايج الواعرين اللي ممكن سي تي اف بيتوين الناس اللي ما تعرفوش اش كان شنو هما لي سي تي اف. هما عباره على مسابقات ديال الهاكين للناس كيحاولوا انهم يلقاو ثغرات امنيه وتيحاولوا انهم يقتحموها. الوغ هادو مسابقات اللي كيداروا في العالم، كاينين دي ويب سايت اللي ممكن انك تسجل فيهم، كيكونوا كذلك على الصعيد الوطني. واخا ما بقاوش لاحظت ما بقاوش بزاف كما كانوا في لا كاينين هما كما قلتي ما بقاوش بزاف، ولكن زعما كاينه وحده ديال الانسياس كانت غدار في افريل، لا في مارس، في الاخر مارس، ولكن المهم كورونا وداك الشيء بوستبونا جو بونس لسبتمبر. كاينه وحده، كاينين شي وحدين اللي كيديروهم شركات، فهمتي، شركات ديال السيكوريتي في المغرب كيضموا دي سي تي اف ديالهم باش يخدموا منهم. مثلا هذه استثمار ايديا، فهمتي، كتجيب ناس كدير لهم سي تي اف، واللي مزيان كتعطيه واحد البرايز بفلوس، فهمتي، كتعطيه وكما كنشوف كتعطيه برايز وكيعطيك، فهمتي، وكيوفري ليك واش تخدم معاه ولا لا. كاينين هاك دو بوكس ديال كرايسيس، راه كاينه في مراكش جو بونس، كرايسيس ديال الانسان مراكش، تما يلاه شفتها في الكومنتس. يس، واخا رجع معايا غير المساله الراي ديالك في لي سي تي اف. انا بالنسبه لي واحد من الحوايج اللي كيخليوك تبراكتيسي بزاف. كما قلنا كاينين ديال المغرب اللي اون سايت اللي ممكن تمشي ليهم وتحضر ليهم، كاينين اللي اونلاين، فهمتي، سي تي اف دوت اورغ مثلا، راه جو بونس الا بقيت عا سي تي اف دوت اورغ الا بقيت عاقل. المهم هادو يا سي تي اف تايم دوت اورغ، سي تي اف تايم دوت اورغ، بديت نكتبها تايم دوت اورغ. هاد سي تي اف تايم دوت اورغ كتدخل لك كدير كونت ديالك، كيعيطوا لك التيمز مثلا، حيت غير باش تشرحوا للناس كيفاش كيخدم هاد سي تي اف، فيه كاع هاد لي كاتيغوري اللي كهضرنا عليهم. اييه فعلا، فيهم دي تشالنج ديال الويب، فيهم دي تشالنج ديال الكريبتوغرافي، فيهم دي تشالنج ديال البون، كيتسمى البون راه ريليتد للريفرس انجينيرين وباينري اكسبلوتيشن، كاينين ديال ريفرس انجينيرين، كاينين مثلا ديال سام تايمز ديال موبايل ابليكيشنز. المهم هادشي كامل كيجمع واحد السيت ديال السيكوريتي تولز، سيكوريتي كاتيجوريز، وكيديروهم في كونتيست. اوف كورس راه كيكون بالتيمز، كيكون بالفروق، وكل فرق مثلا كيكون فيها 3 حتى 6 ديال الناس، وكل واحد مخصص في شي حاجه، شي دومين. مثلا نكون انا وسي امين دابا، انا ندير الويب، هو يدير نيتوركس، نعيطوا على شي دري اخر يدير مثلا ريفرس انجينيرين. كل واحد كيقد التشالنج، كل كاتيجوري فيها بزاف ديال التشالنج، كل واحد كيقد التشالنج ديال لا كاتيجوري اللي هو مخصص فيها. اوف كورس كيتعاونوا، راه ماشي قلنا واحد راه في السيكوريتي واحد في الريفرس راه ما كيفهمش في داكشي الاخر ديال، ممكن راه تسولوا كيكون تعاون. واش عمرك شفتي هاد السيتويشن مثلا وداكشي، وكتكون زوينه، كتكون بالليل من 9 الليل غالبا حتى ل 9 الصباح. اتفيري صعيبه بزاف. كاين حاجه اخرى اللي هي الباك باونتي اللي كتقدم الشركات، واللي ممكن انه بزاف ديال الناس انهم تتفتح لهم المجال انهم يلقاو ثغرات امنيه ويقوموا بالاستغلال ديالها. ولكن عندي واحد السؤال اخي احمد، واش ممكن انني انا كنعرف دراري اللي كيعيشوا من الباك باونتي، ولكن ديما ما كان كيعيشوا مزوجين وكيعيشوا من الباك باونتي، ولكن انا تيبان لي الباك باونتي، واش انت تشاركني هذه النظره هذه ديال انه تقدر تبقى عايش من الباك باونتي؟ بالنسبه ليا يقدر، الا كنت بوحدي يقدر نديرها، ولكن الا كانت عندي ريسبونسابيلتي اخرى ما نديرهاش. مثلا الا كان عندك اولاد ومزوج صعيبه شويه، حيت ادي ان حيت بروبابيليتيك، فهمتي، حيت بروبابيليتيك راه يقدر تخدم شهر ولا تسوع في النهار، ولا تسوع ما تلقى والو، تلقى والو، ممكن واحد النهار تخدم ساعتين وتلقى شي باك ديال 10000 دولار. ولكن غير باش الا عندك ريسبونسابيلتي راه صعيب باش تعيش بهذا النيفو، بهذا الحاجه. ممكن ما تعيش شهر ما عندك والو، الشهر الجاي ولا 3 شهور من بعد ولا 6 شهور من بعد، حيت ما كتعرفش تاخذ لو بونس تا تقاليت لو ستريس، لانه غادي تحتاج غادي خصك
انك توفر واحد الوقت للعائله ديالك وما الى ذلك. انت راه ممكن انه سيمانه ولا جوج سيمانات ما تخرج من داركم ومقابل غير ذاك المشقوق، ما يمكنش انك كيفاش غادي تعيش حياه اللي هي عاديه من باك بونتي. صحيح، داكشي علاش قلت لك الا عندك ريسبونسابيليتي راه غتكون خدام وانت كتفكر شنو فهمتي الريسبونسابيليتيز اللي عندك، راه ما تخدمش مزيان. ولكن ما نقدروش نديروها واحد المقاربه، اسمح لي قطعتك هذه، ما نقدروش اننا نديروها مقاربه مثلا مع الناس اللي كيخدموا دابا في لي سوسيتي ديال لا سيكوريتي انفورماتيك اللي هما اصلا مطالبين انهم يلقاو ثغرات امنيه وهذا، وحتى هما تيعيشوا نفس الحاجه. لا عرفتي علاش؟ حيت في الاخر في الخدمات السيكوريتي واحد البيرسبكتيف اللي كاين ولا واحد الميس اندرستاندي اللي كاين هو انه راه ملي كتخدم السيكوريتي راه ماشي بالضروره كدير اوديت، راه ماشي بالضروره تلقى فيرنابيليتي. حيت لا شي حاجه سير ماشي بالضروره تلقى فيرنابيليتي، ولكن خصك تبروفي بانك درتي هذه الخدمه. مثلا عندنا واحد الويب ابليكيشن كتقول في الريبورت شوف راه جربنا هذا الوي وجربنا هذا الوي وجربنا هذا الوي وجربنا هذا لاطاك وجربنا هذا لاطاك وجربنا هذا لاطاك وما لقيناش. هذه كتسمى ديو ديليجنس، كدير تشيك ليست ديالك ديال الحوايج اللي درتي وكتسميتي الريبورت ديالك، ماشي الريبورت ديالك كيحتموا عليك تلقى فيرنابيليتي. ولكن انت ديما تيبقى عندك داك التخوف انه داك اللوديت اللي درتي في الاخر يجي واحد من وراك ويصدقوا داين شركه ومارشي بزبالات الفلوس. ولكن لا فهمتك ولكن زعما هادي راه اتس ا بارت اوف ذا جيم، حيت ات دي اند علاش كنقول لك زعما ليس ستريس، حيت كتضمن بانه عندك واحد الصالير في الاخر بالخدمه. اي خدمه درتيها انت كتحاول دير الخدمه ديالك ازيتيز فهمتي كيما خصها دار، ما لقيتيش داك لوديت ما لقيتيش عادي فهمتي كطرى كتسميتي الريبورت ديالك ولكن متاكد بانك انت درتي خدمتك. هاد عاوتاني قدر انا وياك السامين نكونوا في نفس النيفو ياك في نفس النيفو، انت شفتيها من واحد البيرسبكتيف انا شفتها من واحد انا ما بانتش ليا انت بانت لي. هادشي علاش قلنا البيرسبكتيفز، حيت ملي كيكون عندك واحد النوليدج كديفلوبيو بزاف ديال البيرسبكتيفز فهمتي ديفرنت بيرسبكتيفز، وكل واحد عنده واحد الطريقه كيفاش كيشوف الاشياء اللي كتخليه يلقى ديك الباك. ولكن كيف قلت لك زعما في الاندستري كتكتب ريبورت ديالك بانه راه درتي خدمتك ها شنو جربت ودير الريبورت ديالك. بالنسبه للباك بونتي صعيبه الا ما لقيتيش راه ما داكلش. هذا جوستومون انا متفق معك. كاين هنا واحد السؤال زوين طرحو السي زياد قال لك واش ديفلوبر خاصو يقرا ضروري لا سيكوريتي انفورماتيك في العصر الحالي اللي حنا كنعيشو دابا؟ الحاجه باش يبدا الديفلوبر هي اي لانجويج مثلا كيكودي بها ديما يعرف السيكوريتي ايشوز اللي فيها. دابا مثلا كاينين ايشوز اللي ريليتد لسبيسيفيك لانجويج، مثلا غير تعرف لا كومباريزون في واحد البروغرامي لانجويج كيفاش كدير. دابا في جافا سكريبت راه كاينين دي كومباريزون اللي في شكل مثلا نالو زيرو يقدر يعطيك ترو، في لانجويج اخرين لا لانجويج اخرين غادي يعطيك فولس. دونك خصك انت سبيسيفيك ديال لانجويج ديالك تعرفهم. هادو الاغلبيه ديال الايشوز كيتسموا كيكونوا في بروغرامي لانجويج وخص بنادم يعرفهم تايب جاغلين سميتو. يعني انا كتبوها تايب حيت اللي خاص يعرفوا الناس دابا انه راه تكون ديفلوبر راه كل اي واحد ممكن يكون ديفلوبر. دابا كتقلب على انك تلقى مثلا تلقى راسك في لو مارشي تلقى هذا، يعني غادي خصك يكون عندك شي دي كومبيتنس اللي ما عندش ناس اخرين. حيت انت مثلا باغ اكزومبل كدير سيكيور كودين ماشي بحال واحد كيدير الكودين عادي، داك واحد كيكود في بي اتش بي عادي ماشي بحال واحد كيدير سيكيور كودين في بي اتش بي. انا بالنسبه ليا كشركه ما غادي بالنسبه ليا انت كدير سيكيور كودين انت راه احسن ليا من نجيب انا ديفلوبر، يعني بيان سور انت احسن منه في الليفل والطفل خلاص ما غنخلصكش بحال واحد بحال ما غاديش نخلصك بحالو. حيت انت ملي كديفلوبي ليا واحد البلاتفورم ولا واحد الكود كتخليه ليا كلين ما فيهش شوف هو ما كاينش شي حاجه اللي هي مؤمنه 100%، ولكن تحاول انك تصعبو انا ويتم الاشتراك ديالك. هذه الحاجه اللي ممكن نهضر عليها فيها جوج ديال لي بارتي، في واحد لابارتي على 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 سيكور كودين هذه ريليتد للسيكوريتي، وكاينين واحد الحاجه سميتهم كودين بيست براكتيسز. راه كل بروغرامين لانجويج كل بروغرامين لانجويج عندها البيست براكتيسز ديالها اللي خصك تبعهم.
البيست براكتيسز كيقول لك شوف ها الجايد لاينز، هذه ما ديرهاش، هذه ما ديرهاش، هذه ما ديرهاش. مثلا نكون ندير واحد واحد سمول كيس، مثلا كان قد واحد شاري واحد، كان قد واحد لابليكاسيون ديال الاي كوميرس، وكان وبغينا مثلا حنا درنا الحساب ديال 1000 واحد مثلا، درنا الري، درنا الكاستمرز الري، هو واحد الداتا تايب فيه، المهم راه فيه بزاف ديال الداتا، ودرنا ليه السايز ديالو ولا شحال الكبار ديالو، درنا فيه مثلا غير 1000 1000 اللي درنا حنا الاول، كنمشيو كنديكوبي وكلشي مزيان كلشي هو هذا، كتجي كيجينا مليون. راه يقدر الا كانت هاد لابليكاسيون مثلا، هادو من الحوايج اللي كيديروا البافر اوفر فلو، الا كانت ديسكتوب ابليكيشن راه دير لك بافر اوفر فلو، ماشي حد اكسيتي واحد صح. واحد الري اكسيتي ماشي مشيتي كبر، دونك هذيك لابات بريكيها، دونك بنادم خصو هاد الحوايج يعرفهم، يكون عارفهم، يكون عارفهم، يكون ضابطهم، يكون ضابط. انا كيبان لي اخي احمد دابا سيكيورتي ايشوز، شنو هما الحوايج اللي كيديروا؟ راه متفق معك. انا دابا تيبان لي حاليا راه خص اي مجال كتقرا دابا غيزو هذا، راه خص تقرا معاه، تيمشي بالتوازي تقرا لا سيكوريتي ديالو، لانه دابا في العصر، حيت حنا دابا في 2020 راه ماشي هي 1995 ولا 97 ولا حتى 2000 اللي كان كانت ما كانوش لي تريت ديال موجودين بزاف، دابا التهديدات موجوده بزاف. يعني الا كنت خاصك تعطيني واحد البرودوي خاصك تعطيه ليا اللي هو مسيكوريزي، ماشي انا برود كيما عطيتيه ليا صافي انا غادي نخدم به، ونخدم به معاك نخدم به يومين ولا ثلاث ايام ويبداو البراش تيلعبوا ليا تيدير لي شي اندي سبيش فيها شي حاجه. الوغ بغيت نمشي معاك واحد القضيه اخرى، هو شنو كيبان لك دابا انت لا سيكوريتي انفورماتيك مع 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 الاي اي دابا اللي كنعيشوا، ولا رديتي البال انه دابا الاي اي راه ولا تيدخل في مجال الاي تي سيكوريتي، شنو هي البرسبكتيف ديالك انت في هذه النقطه هذه؟ واش من هنا لقدام ما غاديش يبقاو عندنا دي ريسيرشرز يعني غادي يعوضهم الاي اي؟ شنو مستقبل الاي اي في ظل وعلاقته مع لا سيكوريتي؟ فهمتك. المهم هذه باش نشير، كندير الله الشخص ديالي ديال الدكتوره دابا في هاد لي بارتي، وغنعطي لك اكزامبل من الحوايج اللي خدام عليهم انا دابا على المالوير ديتكشن في اي او تي. هاد المالوير ديتكشن شنو هي باش نشرحها للناس؟ هي الاكتشاف ديال الفيروسات في لي سيستم ديال انترنت الاشياء. هاد انترنت الاشياء هي انترنت اوف ثينكس، انترنت اوف ثينكس، فيها السمارت هومز، فيها دوك الديفايسز الصغار اللي كيردوا مثلا شي حاجه سمارت، مثلا ثلاجه كتعطيك مثلا الا خوات من شي برودوي كتجي كتعطيك في التليفون ديالك واحد النوتيفيكاسيون، ولا البيبان مثلا خدامين كونيكتين يقدر تحلو غير بالتليفون. المهم هاد الحوايج لا سيكوريتي ديال هاد الحوايج ولا المالوير ديتكشن في هاد الحوايج. واحد من الحوايج المهمين اللي كنديروا هنا هي كيفاش نخدموا الاي اي باش نلقاو فيروسز. واحد كاينين مثلا كتاناليزي كيتسمى البيهافير ديال هاد المالوير. المهم فيها جوج ستاتيك اند دايناميك اناليسيس. مثلا ستاتيك كتهز داك الباينري ديالها، واحد من التكنيكس اللي كاينين دابا واللي ممكن تصدم بزاف ديال الناس، كتهز ديك داك الباينري ديال الفيروس، كتردو ايماج. علاش؟ كل تصور كيفاش كيخدموا، كل صفر كيكون وايت وكل واحد كيكون بلاك، دونك كتخرج لك التصويره بالسايز ديال بحال تشاش ديال التلفازه. واه سمارت ثينك. واحد شوف غير بنادم كيفاش كان. هذه خدمت بها في لاتيس ديالي ديال الماستر، درتها موبايل ابليكيشنز في اندرويد، ولكن هاد التكنيك مطبقه في الاي او تي، مطبقه دابا في ويندوز وكلشي. اشنو كيديروا؟ كيهزوا واحد الداتا سيت كيردوا كاع هاد لي زيماج، ياك كيردوا هاد لي زيماج، وكيدير واحد الماشين ليرنين موديل كتعطي نيو فيروسز، وكيتعلم هو واش بحال شي باترن شافها قبل ولا لا. فهمتي؟ كيتعلم واش شافها قبل، دونك كتكون عندك واحد الاكوريسي يجبد لك داك الفيروس بلا ما تراني بلا والو، غير من ستريكتور ديال البايتس اللي فيه. وكيقول لك ماشي غير كيقول لك راه فيروس، كيقول لك اش من فاميلي، فهمتي؟ اش من فاميلي ديال الفيروسز. دونك هادشي كامل زعما غير اكزامبل ديال الناس باش تعرف الباور ديال هادشي كيفاش داير. يعني واش دابا باقي ما جاوبناش على السؤال، شنو هي العلاقه ديال الاي اي مع السيكوريتي؟ الاي اي
حيت كما قلت لك دابا في هذا الريسيرش اللي كاين، حيت كلشي كيسبق بالاكاديميه اون باراليل كيكون شي حوايج في الاندستري، الاي اي غيكون المستقبل ديال السيكوريتي فهمتي، حيت كينقص بزاف ديال الهاصل، ولكن سيكوريتي ريسيرشرز الريسيرشرز غيكونوا فهمتي الريسيرشرز الدومين ديالهم غيكون فورمي، كيبان لي بانه اتس امبورطنت وغيكونوا ديما فهمتي، غيكونوا غتبدا تشوفهم من هنا لقدام. علاش غيكونوا ديما ما حد انه عنده لا ماشين اللي كدير دي كالكول فاكسيون؟ نقول لك علاش واحد من الحوايج اللي شرنا لهم هنا ديفكون، كاين واحد السيد بريزونطا، نسيت التايتل ديال الفيديو، ولكن بريزونطا سيكوريتي ايشوز ان ماشين ليرنينغ مودلز، دونك غتكون عندنا سيكوريتي. لا